شو ما تقوله وكتضحك عليه. راك كنقول لك كنقول راه ماش خاصني كيش دبي صحابني الطاليان بحال بلجيكا. بلجيكا الله ما ديرش وحده الفيزا الراجله واخا تكون عندها ماشي واخا تكون خالقه هنا خاص دابا الخدمه وخاص بزاف ديال الشروط. حنا كاملين حنتنا في هذه القضيه هذه كاملين تحنتنا. تو قال لك هذاك اصلا حتى واحد في الرجال ما بغاهش يمشي من غير المنادي داماش راه ما تقدرش تطلعوا السيده هذه راه ما يمكنش تطلعوا لا دايره له فيزا توريست لا دايره له فيزا هذه والله لا طلع والله لا هذه ياك واش لا ياسمين سلطانه طلعي ياسمين يدير الكروفيت قول لي ياسمين صيفط كاس كروفيت قول لها صيفط كاس راهي دايره كيخسر بزاف ما غنعرفش شكون اعترف كيخسر تقدر دايره الكروفيت يعني ماشي هكا وتاخ ماشي غير ماشي يعني ها دابا فيروز يعني شنو دارت فيروز ما تفرجت انا طلعت غير داك المداخله وخرجت في حالي والله العظيم فاش كانوا داويين العار فاش كانوا داويين فيروز والله ما سمعت الدنيا اقسم بالله العظيم ما تصنت لهم وحق لا اله الا الله فيروز باغت تشهر باي طريقه هو مرتو لو ما كانتش مرتو ما كانش غادي يكون داكشي لان مرتو هي اللي كانت معنيه بالامر فهمتيني وانا ما صيفطتهمش انا كون بغيت نصيفطهم راه نعرف كيفاش غادي ندير نصيفطهم والوقت اللي غنصيفطهم فيه راه فاش غنربوها لي وكي دايره مع الصحه الله يحفظك خويا العزيز بغيتي نقول لك واحد القضيه راه قلت لهم هذاك النهار صيفطت لهم واحد الرساله مش راه انا اللي غنقدر ندير انا اللي تندير البوز انا اللي تنطلع البوز وانا اللي تنطيح البوز فهمتي وما فهموهاش ولكن راه بينتي لهم ومالك فاش كانت تتهضر تتهضر ودايره شغلها ما كانش تخرج تشرب كاس ديال القهوه وتتقعد وتشرب داك الكويز ديال القهوه على خاطرها لانه بغات تعطيه درس ونتمناو من عند الله كاملين انه يستافد من هذا الدرس هذا اللي عطاته فهمتي لانه الانسان ياخذ العبره بعد عادي يستافد من الدرس هادشي اللي كاين منادي انت راه تعرفو وشتي انت راه درتي معاه مزيان انت واحد من دوك الناس ولكن نقدروا نقول لك ماني اعترف بالنبي فلا تنبع عليه فهمتي ما تخليش الناس يدويو عليك ما تخليش الناس يبقاو تيحيدوا لك التليفون ويدويو عليك لانه انت راه تبارك الله وصلى على النبي راه لسانك راه صليب اللي تيقولوا فاسان لسان كلاس صليب انيزا والهضره الكلام ما تيتمحاش الكلام ما تيتنساش انيزا هادشي تنقول لك انا ماشي تنضرب فيك انيزا انا بغيتك تكون راجل تنفيقك تيقول لك تبع لي بكيك ما تبع لي ضحكك راه الانسان حتى لا بغيتي تجي للغربه خصك تكون اهل باش تجي للغربه انيزا لانه الدساره ديال البلاد تتبقى في البلاد ولكن فاش تجي لبلادات الناس خصك تكون واحد الاهل تكون واحد الاهل واحد الانسان اهل باش تعطي واحد الصوره اللي هي ايجابيه على البلاد وعلى راسك حتى على راسك يعني دكتوره دوجا يعني قدامك واحد العمل اللي هو طويل خصك تخدم فيه على راسك خصك تخدم فيه على راسك واحد الانسان مثلا نقول لك واحد الانسان متكاسل عزيز عليك تعتمد على الناس والاعتماد على الغير تيقول لك ما نعتمد على غيره هو لانه ديما يوصل بالناس يعني خصك تعتمد على نفسك الدرس خذوا انت هادشي اللي دارت معاك خذوا كدرس ناس اخرين دابا راه بداو تيهضروا على مالك وهادشي اللي دارت ليه لا راه هادشي راه خايب وهذا ولكن راه كل 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 واحد كل واحد وراسه لانه اي حاجه تقدر تعرفها حتى الراس ديال الانسان ما تقدرش تعرفوا اش يفكر دابا انا تنهضر وانتم ما عرفتكمش انا دابا انتم فاش تفكروا كاملكم بير فهمتي الانسان نزار خصو يرجع لوالديه نزار خصو يرجع لوالديه خصو يرجع للاصل ديالو خصو يتهلا في راسو وهذا الهضره عاود نقولها نزار خصو يمشي عند الطبيب ويداوي راسو لانه ماشي كاملنا حنا عايشين في الغربه وتندوزو من الديبريشن سجلوا داكشي ولكن غنقول لك شوف والله الا عطاتك واحد الدرس اللي خصك تستافد منه وماشي اخر فرصه ما عطاتكش اخر فرصه راه مازال يمكن تعطيك الفرص نتمنى انك نزار تسحب الكلام اللي كنتي تقول على مرتك وتسحب داك الكلام اللي كنتي تقول على فهمتين بلا ما نبقاو تنبشوا في الماضي لانه اي حاجه مشات
اي حاجه دازت انت تكون انت بوحدك ما معك حتى شي واحد حتى شي واحد ما يهضر باللسان ديالك بتخرج وبتقول لها داك الشيء كنتي تدير معنا دا حسي بستيلها رجليها راه مالك اللي خصك تبوس لها شوف راه مالك غتصنت ليا بوا عارف لي عليه ولي ليه مالك خاصو يعرف شنو يدير دابا وهي كذلك هي راه هضرنا معاها ورغبناها راه لكن ما يتصلح يتصلح ويحبسوا هذا الشيء هذا بارك من الضحك هذا الشيء اللي كاين اختي دنيا دابا خصكم يفو باسيو شوز سيريوس يعني دابا خصكم يدوزوا لديك الشيء اللي هو جدي بارك من هذا التبرهيش بارك من هذا الناس تفرجوا خصو يبعد على بنادم اول حاجه ويقى بيني وبينها بنيتي دنيا بيني وبينها خاصها دير هذا الشيء بينك وبينك وبينه واخا دابا كبيره صارت تقلبت الهضره بقيتو كتقاطعوني ياك ما عرفتش علاش ديما درت وليدي ها هي مهمتي لا فاش كيطلع شي واحد كيهضر كتخليه وكيهضر على خاطره ما عرفتش هاد المشكله اللي عندي معاك كلشي يا منادي شكرا بزاف خويا المنادي تفضل خليه يهضر حتى هو شوف انا الحاجه الوحيده اللي الناس كانوا عاتبوا عليها ملكه واللي مازال دابا كيقولوا ملكه عبرتي عليه عبرتي عليها زعما على نزاع عبر عليها خويا السيده كنتو اتهمتوها باللي كنت كتفلى عليا كتضحك عليا ما درتلهاش الوراق الفيزا هي شتوها بعينيكم وضربت ليه الفيزا لان هي الوحيده اللي كانت هي اللي ضربت له واخا كان قالوا لها الناس ما ديريش ما ديريش هي الوحيده مشات وهي اللي عارفه علاش دونك بركه هذوك الناس اللي شادين داك السيد بركه عليكم وخليو السيد لربما يكون عنده اخر فرصه وراك قلتها لكم اخر مره قلت لكم عافاك خليو السيد خليه يمشي الا بغيتو يجي خليو السيد يمشي في حاله الا بغيتو يجي يعني ما تقولوا ليش فين غيمشي تيطلع بيه تيك توك تيصاوب لي المينياتير كيصاوب لي فيديوهات حطو عدو حيت شي مشيش حطو عدو والغريب في دارك الغريب الغريب في ذلك ان عائلته ما عقلاتش عليه فينكم اخوتو واخوتو نزار فينكم اخوتو فينكم اخوته الحم اللي تيخنس زي الزوماري مخليين خوكم تيتستغل وعارفين خوكم تيتستغل انتو ما عارفين خوكم 1000 أورو واحد 1000 درهم مسكتكم 1000 درهم خوكم تيتستغل بعتوه بواحد الرخص ما نعاودش ليكم بعتوه بألف درهم 1000 درهم باش بعتو خوكم وخليتو خوكم اختي مشيت عندها مشيت عندها باكيه شداتني وداتني دوزت ليا وعومتني وكساتني وصبطاتني وتهلات فيا وداتني على الطبيب ودوزت ليا في البريفي ونفسات عليا وعطاتني الفلوس وتهلات فيا وقالت ليا سير دارك دابا لحقاش اللحم اللي كيخنستي الزومالي انا عائلتي مضاربه معايا على ود السوشيال ميديا ولكن نهار تنطيح تمشي عندهم ما كيلوحونيش في الزنقه ملي كندق عليهم الباب ما كيلوحونيش في الزنقه رغم انهم حاقدين عليا ولكن ما تدوزونيش وعارفه عائلتي ما عمرها تدوزني في وقت الشده ما كيدوزونيش ملي كنهز التليفون كنقول لهم راني وراني 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 تيقول لي هاك نهار دحس مع نزار في المغرب مشيت عند اختي وحاقده عليا وغاديه باكيه حلت لي الباب وداتني على الطبيب ودوزت لي وكساتني وصبطتني ودارت لي دارت عليا المستحيل قالت لي دابا سير لدارك لان العائله هنا فين كتبان العائله ماشي العائله عارفين الايميل جاك نبيل الايميل جاك الايميل في الايميل ديالك بان نزار خارجه لي الفيزا نهار 14 قبل ما نسدها انا قبل ما نسدها جاك الايميل بان خارجه لي الفيزا ضربتي الطم على خوك اتفقتي حتى ونيبالا باش ما يجيش عند مرتو اتفقتو حبستو القضيه وخرجتي على خوك ومستقبل خوك وطلعوا ديروا فيها مزيانين وكتبغيو وكديروا وكتفعلوا وتتركوا جي حشوم عليكم الله يتحشوم عليكم اقسم بالله تحشوم عليكم اقسم بالله تحشوم عليكم رابح الله يحفظك تسمعيني راه عندك صداع ساطري شكرا اختي ساطري
كي دايره دنيا؟ عندك صداع مالك؟ عندك صداع بزاف في القهوه. انا غادي ندير ميوت دنيا وقولي لنا رايك في هادشي دنيا. انا ندير ميوت اودي اختي. اش نقول لك انا يا رايي؟ هادشي اصلا هادشي اصلا انا جو تروف كي دي باس لي ليميت من شحال هادي. هادشي اصلا شو دا انا رايي بعيد. بنت كنت انا تبغي يوقع لها هادشي هذا نوض جو شي واحد تبغى ديه وداك الشيء ونوض يعيرك بنت باسيني زعطور ولد قنيطره. خويا بعدا ما كتشرفش القنيطره هادي اول حاجه. تبغي انت بنتك يبيضق شي واحد؟ تبغي بنتك في المستقبل الهلا يديرها 40 مليون مغربي يتشفاو فيها ويعيروا مما دازت المدلوله الزعتر ما فك النفس. اما بالنسبه للاج، اللاج انا راه خالي تجوز سيده كبار منه ب 25 عام ولحد الان هي ما ولدتش حيت راه كانت كبر منه نورمال. هي ما ولدتش صافي حبست ما بقاش كتولد. لحد الان باقي معاها اخويا، لحد الان باقي معاها حيت بغاها ديال بصح. قلت كاع الناس كيقولوا انت ما ولدتيش وانت حقه وهي ما غتولدش راه شابعه ولا هي راه هذا وهذا وصافي ما بقات غتولد. قال لهم انا بغيت ديك السيده من الضبر هذاك اختياري انا غنبقى معاها حتى جاب الله الوليدات. جاب ما جابش الله الوليدات الله يعاون. اللي خرجتي عليه انت اللي خرجتي عليه. قبيله طلعت واحد الفيديو، مازال تتصور فيها قبيله تتهضر مع راجلها. خديتي انت التليفون ومازال تتصور علاش تسجل مكالمه بينك وبينها قبيله؟ معيطه الراجله كتقول لها درتي ليها فعلتي. علاش كتسجل باقي تتسجل وتلوح فيديوهات؟ علاش هيك هي كتهضر مع راجلها شديتي التليفون كتهضر بديتي تتصور؟ علاش اختي ساره ممكن واحد الدقيقه الله يخليك تكسر ونهضر مع اختي مليكه؟ تفضلي. مديسبياتش على هادشي اللي وقع لك اختي مليكه. انا حاسه بك كيضرني قلبي من الداخل لان هادشي اللي وقع لك وقع لي قبل منك. وقع لي قبل منك ودزت فيه درت الفيزا تاع انا وبغيت نبلوكيها والناس قالوا لي لا ما تبلوكيهاش وما بلوكيتهاش. وراجلي جا برك معايا سيموا وهرب للطاليان. انا ماشي كنحرضك على راجلك مي كنصحك اللهم ضربه ديال المره ولا ضربه ديال 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 20 مره. فكري يعني فيه. يعني جلس معك هذيك 6 شهور باش يقاد وراقي ويروح. سمعتو بوي سمعتو بوي ماشي جاي يجلس معاك حيت بغاك. جاي يجلس معاك غير باش يقاد شغلو ويزيد حالو. علق ما عقلش عليا. علق الطاليان ما عقلش عليا. درت جبتو فيا مات كورونا. هي مات كورونا امبوسيبل باش ياخذ الفيزا وطلبت الفيزا فيا مات كورونا وجبتو فيا مات كورونا. وفي الاخر كنت انا حسيت به ما غد ما لايقش وبغيت نحبس عليه وقالوا لي نو ما توقفيش له خليه جيبيه شوفي 6 شهور ما هي عام ما هي عامين ما هي 3 سنين ما هي 4 سنين 6 شهور بالك عاد باش يشد الوراق ويمشي بحاله. مالوزوم انا حبست له الوراق ما خادهمش راه هو دابا في الطاليان. انا ماشي كنحرض على راجلك مي انا حاسه بك دابا قلبي كيضرني من الداخل بكي فيا. هاد راكي مريض انت ما مبيناش ولكن الجرح عندك الداخل راكي ما راضياش على هادشي اللي وقع عليك. انا دزت قبل منك في هادشي ومرضت وشربت الدواء ديال ياسمين. مليكه الله ياسمين ياسمين اختي الله يحشوفوا البنات باش نكونوا حقانيين. انا ما نحرضكش على راجلك وما نديش الايتم ديالو مي فكرني مزيان. سوسو اختي باش نكونوا حقانيين راه البنات كلهم العيالات عيبهم واحد. راه باش ما نكونوش ما نبقاوش نقولوا لا حشومه حشومه بقى فينا الدري. بالحق راه حشومه حتى داكشي اللي وقع راه كون كان بنادم بعقله كون كان بنادم كيخمم حب الله راه كون كان بنادم هاد الايام اللي فاتت كامله قربك الفيزا كره هما مكالمين كره الناس كلشي مدخن بخيط ابيض كره كلشي مصالحهم كره خليهم مع بعضياتهم. وانت صاحبي باقي حتى ما قطعتي الواد ونشفو رجليك وقع هادشي بدينا كنشوفوا الروينه اللي عمر داكشي زاد بزاف. داكشي اللي بغيت نقول لها هو بنيتي كروفيطه وبقى فيها الحاله هذيك المراه اللي طالعه تقول لي انا عطيته بنت ما بقاش تحس بالشك. كل هاد المراه البنات دابا حنا كاملين العيال انت اللي قلتي راه عباقره شكون فيكم طردها هي شكون هادي اللي طردها فيكم الشمته من الراجل؟ باقي ما بقاش تنسى ليا واحد الاخ
سمعوا قريت الميساج ديال واحد الاخ قال لك لا الوعد كيبقى وعد، راه ما بيناتهمش الخوت وعد، غير هو طلعها في السوشيال ميديا وهي ديه لطاليان، راه مزوجين ديال بصح، واش بغيتوا تستوعبوا بان راه مزوجين ديال بصح؟ لطاليان يحط فاميلو غو يمشي لطاليان، لا بغى لطاليان يحط فاميلو غو. لا 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 حيدوا هاد الهضره، حسبوا هاد الهضره حيت انا سمعت بان يا ويلي يا بني يا ويلي انا هاد قال لي شوفي شوفي مزوجه بيع على سنه الله ورسوله ونهار لي قال لي سمعت بان واحد الطرف باغيين يدخلوا هذه القضيه بالعاني وباغيين ما كاين هما مزوجين ديال بصح، وحنا شفنا كل شيء عينين راه ثلاث سنين وما عايشين مع بعضياتهم، الحب والغرام والمقاتله وشي شيء ما كاينش الكذوب وكل شيء كل شيء داز قدام عينينا. ماشي انا شفنا هذا الشيء، انا راه متبع راه كنشوفها تقريبا يوميا، راه كنتفرج فيها كتعجبني حنينه كنشوفها ماشي ما كنشوفهاش كنتبع بيناتهم بياتهم، ولكن ثاني غنبقى هاد المره ما كانش كروفيطه انت عايشه برا، وانا شوفي احنا عايشين في اوروبا، عرفتي شحال كيكلفها باش تمشي غدا جيه ديال لا نافيت المغرب؟ عرفتي شحال ديال الطياره هي؟ فعلا بنادم ما كيديرش هاد الحساب هذا، ما كيديرش الكالكول ديال هاد الشيء، هاد ساكريفيتشو اللي كدير على قبله. لا هما ما كيشوفوش هاد الشيء الصراحه، هو من هاد الناحيه والله حتى كنبقى ماشي الطياره ديال 150 ولا 200 اورو، راه باش تمشي وتكري الطوموبيل وديبلاسي راه كل مشيه خاصك القليله واحد 3500، هادشي ما كيشوفهاش بنادم. هو راه بصراحه كنقدر هادشي، راه السيد قلت لكم لا حول ولا قوه الا بالله، والله راه شوفوا انا علاش كنعذرو حيت كنعرفو هو شخصيا نياتي بلا بنادم ما يبقى يشعل العافيه. لا انا ما شعلتش، انا ما شعلتش. المهم الاخت ماليكه السلام عليكم، اللي لقى باش يدخل بخيط الله يعوضك الله يعوضك اختي. شوف لي بركه في راسك ماليكه حيتي، بركه في راسك ماليكه بانك مره. هذوك الناس اللي راه معاه ما باغيلوش الخير، لو كان باغي له الخير غادي يقولوا له خويا مرتك ما بغاتكش تكون معنا، سير عند والديك.